تشيل انت قعدت حوالي 6 سنين يعني مدرب حراس مرمى مونز البلجيكي من 2003 ل 2009، بعدها 10 سنين مدرب حراس مرمى شارلوروا. مين اشهر، لو تفتكر، مين اشهر حارس دولي دربته في شارلوروا؟ For me, the best goalkeeper that I trained until now is حسن، أفضل حارس دربته حتى اللحظة هو محمد الشناوي. Because Shinawi have also the profile. محمد الشناوي حارس رائع، هو من أكثر الحراس التزاما. And this is the moment that in all the world. حتى هذه اللحظة هو الأفضل. Try to find the same profile. لا أستطيع أن أجد when you see حارس بشخصية الشناوي. Goalkeeper in the world. They are tall. إذا اخترت أفضل حارس في العالم تيبو كورتوا، سيكون تيبو كورتوا، دوناروما، نوير، and then دخيا، بوفون، وكذلك جون لويجي بوفون. Now when I say tall, when a goalkeeper is 186, it's also good. إذا نظرت إلى when you have a lot of quality. إذا نظرت بقية الحراس في النادي الأهلي But ستجد حراس جيدين. إذا نظرت it's not إلى الجودة like before when I played, with, حينما كنت 180 it was enough to play. But this was in the past. Now في الأعوام الماضية حينما كنت أدرب في بلجيكا كان لدي العديد من الحراس الجيدين. Then we have to choose really especially Alali, good goalkeeper. فاختيار النادي الأهلي لأعمل في النادي الأهلي في وسط هذه المجموعة. That he can play the big team and then for me I have a lot of good goalkeeper in Belgium because in كان لدي العديد من الحراس الجيدين في بلجيكا ولكن الآن الشناوي هو الأفضل. It's a really goalkeeper, a good goalkeeper. الشناوي حارس مرمى رائع بالفعل. When he was, I think now it's 33, it's okay, but I think when he was before. بالطبع الحراس حراس المرمى الفريق الأول كلهم رائعين. Maybe 10 years ago for Charleroi, I take him. ولكن لو كان الأمر حينما كنت في شارلوروا بالطبع كنت سأخذ الشناوي ليلعب معي هناك في بلجيكا. But also in Belgium, I trained with a very good بالطبع في بلجيكا عملت مع العديد من الحراس الرائعين. Before I came here, I trained قبل أن أتي إلى هنا كان قضيت 6 سنوات أدرب حارس مرمى فرنسي. 430 games in the first division in France. لعب 430 مباراة. هو حارس مرمى رائع بالفعل. Now the step to go in Europe is والآن different. الخطوة أن يذهب الحارس المرمى الأفريقي لأوروبا الأمر أصبح مختلفا الآن. This is also the beautiful for football. We never know. Maybe he is good. Maybe no, no. نعم لديك جودة. لديك لاعب يلعب بطريقة جيدة ولكن الأمر أصبح مختلفا. والشناوي كنت أرشح بالفعل الشناوي ليلعب في أوروبا.